حدد رئيس الوزراء الفلسطيني أبرز ملامح المرحلة القادمة في مختلف التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية خلال مقابلة خاصة بها الدكتور سلام فياض شبكة الأخبار العربية ANN في جولته لقرية الرشايدة في صحراء البحر الميت، حيث أشار في مقدمة هذه التحديات أنه لا عودة لطاولة المفاوضات قبل التزام إسرائيل بوقف الاستيطان. هناك في شمل الاستيطان في كافة المواقف المناطق وخاصة في مدينة القدس. مواقف رئيس الوزراء هذه جاءت خلال افتتاحه لمشروع مد القرية النائية بشبكة الكهرباء، حيث حظي فياض باستقبال شعبي مهيب تخلله إلباسه الزي الشعبي الفلسطيني وتقديم وجبة المنسف العربي الأصيل تقديرا له على جهوده بتعزيز سمود المواطنين خصوصا في القرى المستهدفة إسرائيليا. بكل تأكيد هي استمرار لنهج اعتمدنا من أجل تمكين الناس وتثبيتهم وتعزيز مقاومات سمودهم وثباتهم وزيادة منعة المنطقة خاصة في وجه هذا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. هذا هو العنوان الأساسي الذي نتحرك على أساسه، وبداية هذا يتطلب توفير خدمات المواطنين في كافة المجالات الهامة، وليس هناك أكثر حيوية من المياه والكهرباء. كان لنا مشروع لافتتاح بئر هنا عرب الرشايدة، ومن ثم الآن كهرباء لمنطقة الرشايدة وغيرها من المناطق. كما أشار فياض خلال إجابته على أسئلة ANN إلى أنه يأمل بأن يحرك الأشقاء المصريين ملف الحوار لإنهاء حالة الانقسام التي أضرت بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. يعني نحن بحاجة كما ذكرت في كلمتي وفي أسرع وقت ممكن لإنهاء هذا الانقسام وعادة الوحدة الوطن وفي أسرع وقت ممكن. نحن لن نتمكن من تحقيق أهداف مشروعنا الوطني بإقامة الدولة إلا بإعادة الوحدة للوطن وإنهاء حالة الانقسام. هذا أمر أساسي وحيوي، وكل جهد في هذا المجال. ومناسبة لي لأشكر جمهورية مصر العربية على الدور الريادي والهام الذي لعبته ولفترة طويلة الآن في محاولة مساعدتنا في الوصول إلى حل، وأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. إذن رؤى واضحة طرحها رئيس الوزراء الفلسطيني، لكن السؤال المطروح هو إلى أي مدى تستطيع هذه الرؤى الصمود في ظل المتغيرات خصوصا تلك التي يتحكم بها الاحتلال الإسرائيلي. منجد جادو، شبكة الأخبار العربية ANN، الأراضي الفلسطينية المحتلة.